حبيبات كنتمنى تكونوا بخير على خير اموركم هانيه بقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ها هي الميمه كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين مع الصحه حنا اي فيديو كنتباعوا صوتو راه امي ما فهمتش كي انت خليت نسال البارحه نقاتني وتقول لي دابا نقاد صافي صاحبي سالي جيت من غدا قالت لي تمالكي خليني نعلقهم بوحد شويه قلت لها انا ايه بعض المرات كنبغي ندير لها واحد التعميقه ديال اللي كندخلها في القريب في الخنشوش كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير دوزين رمضان غلبكم غلبتوه الحمد لله زعما العساه الحمد لله والله ربي كيعاون عليه المهم جيت البارح عند ماما وجيت لي مولاي لك مع محلاش هاد الايامات كنجي باش نجمع ونرتاح ودوز الوقيته كنت في الصالون من الصالون جيت متحركة شازك بزاف كتحركي لي التليفون سمحي لينا يلاه اغيت طابو جي با ماشي كوشي هو صافي دابا كاين حق لها بينا ما علينا ماما كانت كدير في كتشرم الحوته باش غديرها في الفران على الفطور وانا نقول لها ماما قلت لها اجي نعيطوا لسفيان وشدوا فيا قالت لي نعيطوا لسفيان نعيطوا حتى لحمزه علاش الله مو جوجهم نيت على واحد لا تعيط لسفيان قولي لي حشومه هادشي اللي درتي في بنتي المهم هي راكم عارفين هي الطليعه ديالها كيفاش كيفاش كتبقى داويه المهم بنتوكلوا على الله تعيط دابا هي بسم الله تعاو معايا تصدق سفيان ديري لو بارلور ديري في الصوت وهذا قبيله باش تسمع عندك نسيت ديالك لا انا ماني تسطيت كيسمع دابا تكون كتسمع الو الو السلام سفيان كي داير لاباس عليك كي داير مع الصحه ولدي كلشي بخير الحمد لله كي داير مع شي خدمه لا حنا قسماره اللهم لك الحمد كلشي بخير وليدي لا ماشي انت كيبقى لي شويه الحمد لله ولدي اش هذاك الشيء درتي لي ياسمين وي يا وليدي زعما كاينه مخاوي خيبتي ضنيفك قلت لك اش هذاك الشيء مالك هذاك الشيء اللي درتي لي ياسمين لا لا خاب ضنيفك ما كنتيش ديرها لها لا وفين هذا اللي درت وي هي ما كداش بعدا كاع اصلا هكاك واش هي 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 لا خاك حشومه وليدي ولاد الناس ما كيديروهاش والله ما عرفت داويه خاتي ولا وليدي لا زعما كاينه حتى بعقلك وي بعقلي ولكن شنو هي اللي ما درتش ودايره فكره الثقه ودايره بحال حمزه شوما وليدي بلا لا ما خصهاش الدار ما ديرهاش ما ديرهاش ولا حاجه ما خصكش تفكر فيها باش ديرها وين هي بعدا حشومة يا وليدي حشومة ولا عندك الحق اخي سامح ما كنت نخدم والله ما عندك وقولها لي انت دابا انت قول شنو هي هذيك اللي دابا خصها الدار ايوا البارح كبيتي لها الزيت في لافابو كبيتي لها الزيت في لافابو مالي انا بروشة هذا الحامضة ديال مرتك الحامضة ديال مرتك هي اللي قالت لي جي نشد في سفيان وانا كنت درتي لي انا درتي لي ولكن قلت انا يمكن انت درتي يلاه انت درتي هو ما خاصكش ديرها الا ما كانش عليك ديرها هو في الاخر قال لي قول لي صافي صافي معقول صافي ما تبقاش ديرها لا سير العيط الحمزه شدو في تاو باي باي ولدي باي باي اوكي ما تضحكيش لا قلت لها جاتني لا عيط الحمزه دابا ما تضحكيش بقاي خاصك يجيوك الهضره انت قالت لي صافي ما تخافيش انا غيجيني افكار عيطات مع الو بقات كتسنى لنا نقول لها حمزه عاونيني عليه قول قول لي ياك وليدي عارفني انا كنعيا قلت لك البارح ديرها وما درتيهاش عاونيني عليه وما كنقول لك ديري ليا لا لا دابا مع الله راجلك حنا راسك كنقول لك ما دابا حمزه قول لي الحشومه ويدي قالت لك فهمتي انا نقول لك كلمه وصافي انت تقول لي 10 راهي مسكينه مافي ما في اختراع قلتي لا ما في
وحياتي ودي ديالي الو الو حمزه شوف ماما كاعيه لك ماما والبارح قالت لك ديرها وما درتيهاش وديما نقول لك ديرها تما ديرها تما ديرها تما وتحل قالت لك قالت لي انا كنعيا في رمضان هو والو عيت ما نقولها لي والو نتوما اش كتقولوا انا فاهم والو اش كتقولوا انا ما كنتو شي لغه اخرى دابا انت علاش ما درتيهاش من البارح يا وسطات كانت خصك ديرها انت شنو هي اللي قالوا وسطاتي ما درتيهاش ودابا هو شوفي قال لك ما عارف كاعس ما بغاتش كاع تهضر معاك اه هي كاعس ما بغاتش كاع تهضر قالت لك انا عارفني هو كان هي في رمضان ديما كنقول لك ديرها تما ديرها تما ديرها تما ديرها تما واش هي اللي غنديرها تما هو واش خرج لك العقل وما تصطيش ودابا انت علاش ما درتيهاش جاوبني انا نعرف كيفاش نفسر لها اه دابا انت علاش واش نسيتي ولا شنو واش وصلتني انا شي حاجه وما درتهاش اه قالت لك دير الحامضه في الثلاجه اش هي دير الحامضه في الثلاجه الحامضه اه كاين شي حامضه كاين شي حامضه كاين لكم صعب او دابا ما قدرتش شنو هي اللي غندير علاش ما درتيهاش الثلاجه علاش ما درتيش لي حامضتي في الثلاجه عرفتي شكون الحامضه ديالي هي ياسمين هي ياسمين الحامضه تولي شي حامضه مع مونيا الحامضه حويمضه واش دينا سفيان قلنا حتى هي نوتك صافي سير راه غادي يصايك غير شتني شي بوليس يلاه باي 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 لا مونيا مونيا ديال المقاليب ولا تعيا كتبدا تكركر انا كتجيني الضحكه ايوا لا لا تسني حمزه انت شنو هي انت ضحكني كنا نحبس الضحكه شنو هي اللي غندير شنو هي غندير هذا شنو هي وتقول لي شنو هي بعدا وجينا طلعنا عليكم طلات خفيفه ظريفه مينياتور مع ياسمين تاع بعدا تفكرت ودك ما قلت لماما زعما نوريها هاد اللعبه قالت كلام علاش على هذيك الكومونتات ليا شري لماما كدار قالت لي واحد البنت شري لماما كدار حولها من تما ان شاء الله والله يعطيني ونشري لها قصر في الدنيا وقصر في الجنه ان شاء الله علاش لا بغيناه تف بغينا الدار لدار الاخر الحمد لله ونشكروه اول حاجه انا ماشي ما كنتش تتشارى على قدي ثاني الله المعيشه مكافيه وانا الحمد لله وشكراه وثاني حاجه علاش بنيتي الدار من الفوق لتحت فوالا حيت الناس كاملين زعما لا بلوبار كنبانو لهم كنصوروا هنا في الدار الفوق في الدوزيام الدوزيام حيت كاينه فيه الكوزينه دونك ماما كتكون في كوزينه كتبرك هنايا ولا كتدخل البيت هنا قريب لها كتكون باركه هاد النوبه غندير لكم فيديو ولا رجعوا فيديوهات القدام راه كاين نوايني هادي مسكينه واقيلا داخله معانا مسكينه فوالا كاين البريمير ايطاج فيه صالون تبارك الله قداش فيه سيجور الحمد لله الله يرزق الصحه والسلامه يعني كاين سطح حتى هو كاين موجود الخير دونك عادي واحد عايش بداكشي اللي عطاه سيدي ربي ما كاينش مشكل الله ونشكرو يعني كان غتبيع دارها من غدا غتشري بلاصه اخرى ولكن هي باغا دارها كامله بحال هكا من تحت لفوقها اييه ونهار يكونوا عندي الفلوس كيتشتو نشري لماما فيلا شوف ان شاء الله بنيتي سير الله يسهل عليك والواحد يكون على القناعه البنت واقيلا مسكينه ما تقدر حيت اش جبتك تخشي الدار ما نديرش 30 ريال ماشي عيشت لي يستر ماشي اختي بغات كتهلاي فيا شغلك خليها مسكينه دافعت عليا بغات كتهلاي لا مهلي فيا دار لا دار الاخر الله يعطينا صحيحتنا الله يعطينا الثبات الله يعطينا صحيحتنا وراحه البال هذا المهم اما الحمد لله وعايشين في الخير وكابرين في الخير الحمد لله وشكر الله ونقعد قعدتي داري انا اجي واحد القضيه انا باقي نداوين عليه دارك داري معاك لا كنتي انتي موت من موت حمزه نوض قعد فيديو يا ايوا حيديني منه يا الله تبقاي نصي هذا ما تفوتيش لا ما تفوتيش لا هكا انا اختي غفلت عليا لا تليفوني بحال هكا صافي شي لينا قالك حمزه حامضه نوض ما عزاش عليك دابا انا ويلي كاين شي واحد ما عزش عليه ولادو يا انت راك الموم وت العين عارفه والله تاع ويلي كنتاش قلتي يا كنتاش قلت لهم بحال هكا تقدت في الله وانا من داك النوع اللي ويلي شكون ما عزش عليه خصوصا بحالي انا مساكن انا كنغير على ماما لا عزيزي عليا ولادي كنموت عليهم كنت حدا عمت ماما قالت لي واش مجوجه بها كنغير على ماما كنبغي ولادي اكثر من راسي هو راه هادشي الامور ايوا لا ما كنتيش كتسوليني كنبغي تجاوبيني بديك
كندير جو تيم حتى لا جو تيم كنبغيها تبقى تجاوبني بنت حمزه شي حاجه باش كنقولها اه صافي سدي الفيديو خلينا نوض نكمل شقايا هذاك مشقى كان اختي بنجمع مع الناس السلام عليكم تهلاو في راسكم انا مشيت قولوا راسكم يتهلاو في راسه واه ما سلمتيش على مولاي وماما ايه تحيه كبيره لاختي بديعه وبنتي مونيا من هنا تل تنتوما كنجيو طيبكم بزاف بزاف ايوا واحد دابا كان اشوفهم عنده واحد الضو هنا كي كيصرا الصوار الله يلا الضو كوزينه صح خصني نبقى نصور عندك فيديوهات في الكوزينه كيكون داخل واحد الضو خطير